حسب ربنا. بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حصل الاسلام عد فتح غدر والخيام معلوم مكانته في جهنم عياذا بالله. اخبر المولى انه في الدرك الاسفل والخيام وعدم الالتزام بالعهود والمواعيد. صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على عقوبة الغدر والوعود والعهود في سورة ماذا؟ كل من فم الإنسان العهد والوعد يخرج من فم الإنسان على نفسه. ينبغي عليك أن تلتزم به وأن تحفظه وأن لا تغدر، لأن الغدر قيمة، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. هكذا أخبر المولى سبحانه وتعالى. كل ما يتفوه به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحانه وتعالى يوم القيامة. الغدر يترتب كيف سيتعامل الناس فيما بينهم إذا انعدمت أعلاها مكان وأقدسها منزلة العهد الذي بينك ليقول انت اخذته او اخذه ربنا سبحانه وتعالى اخذه وانت في عالم الظلم في ان خلق الله سبحانه وتعالى ادم استخرج جل وعلا من ذكر ادم الى ان يرس الله الارض ومن عليها واخذ عليهم عهد ألست بربكم؟ ربنا خطبك قبل ما قال نعم، والكافر قال نعم، المشرك قال نعم، عابد النار قال نعم، شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، هذا عهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من أوفي مع أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تقول سمعا وطاعة. بأوامر الجبار جل وعلا وتبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والفرق بين العهد والوعد أن العقد مكتوب بقطعة أرض أو مع نادي من الأندية أنك ستلعب له شرع مطالب بالالتزام وبالوفاء بهذا العهد. يقلب الحق الى باطل لياتي لك بباطل كل ما عهده بكل ما تعهد به. ووعدت انسانا انك ستوفيه حقه. وعدته كلمك متذكر العهد وعلشان ما تنساش خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عبد 1000 جنيه سادفعها لفلان تذكر يكون عندك العزم النية معقودة ولقد ولم يجد له عزم يبقى النسيان عامل من عوامل لأن الأمر جد خطير. وأوفوا بالعهد إذا العهد كان مسؤولا. العهود كثيرة من أغراضها العقد المحاكم مليئة بالمصائب بسبب الغدر بحقوق الزوجية
أو عدم وفاء الزوجة بحقوقها نحو زوجها. هذا ليس أفضل الزوج إلى الزوجة وأفضل الزوجة إلى الزوج، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا أن يفي بحقوق الزوجية المهر التي التزم به. الحمد لله وحبيبنا محمد إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلى بفضلك كلمة الحق والدين، خزل عنا إليك إن زلنا واهدنا إليك إن ضللنا، اللهم رد ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما شمل المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم سمع الله لمن حمده. اللهم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، جوله جديده من بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي على استاد برج العرب في تمام الساعه 9 ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، هي اولى المباريات في دور المجموعات. استعدادات مكثفه كالعاده لفريق النادي الاهلي ابتداء طبعا من المباراه الاخيره اللي استمر النادي الاهلي بعد هذه المباراه هنا في الاسكندريه في برج العرب. اكيد اتكلمنا طبعا عن هذا الامر وقلنا اختيار جيد موفق من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفرض مزيد من التركيز خلال الايام الماضيه، تدريبات متلاحقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا ايضا وقلنا اكثر من مره عندنا غيابات عديده، عندنا لاعبين ستعود من التاهيل خلال الايام الماضيه، لكن بنتمنى كل هذه الامور تكون دوافع جيده لفريق النادي الاهلي بيحاول بشكل كبير جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف وايضا كمان مستر مارتن لاسارتي المدير الفني فريق النادي الاهلي تجديد الدوافع
بشكل مستمر لفريق النادي الاهلي، لان في تحديات كثيره وعديده جدا. شهر واحد في عدد كبير من المباريات، سواء في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه، سواء مباراه فيتا كلاب النادي الاهلي. عقب هذه المباراه سيتوجه الى الجزائر، مباراه شبيبه الثوره الجزائريه، ومن بعدها ايضا فريق السيمبا بطل تنزانيا. مباراه عديده جدا جدا في هذا الشهر، لكن بنتمنى ان شاء الله كالعاده من كل فريق النادي الاهلي الجهاز الفني يكونوا موفقين، يكون الشغل طبعا على قدم وساق خلال الايام الماضيه، وباذن الله حضور الجماهير اللي هيبقى ليه دور كبير جدا في هذه المباراه بالفعل، يمكن مع المجهود الكبير اللي بذل من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لان يكون جمهور النادي الاهلي بالفعل وصل عدد الى 10,000 مشجع، سيكونوا ان شاء الله متواجدين في استاد برج العرب بالاسكندريه، اكيد 4,000 دعوه للاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وباقي التذاكر طبعا خاصه بالموقع الرسمي او الموقع الالكتروني الخاص بحجز التذاكر، وايضا كمان تذاكر بتباع بالفعل في استاد الاسكندريه. بعض المنافس طبعا تم تحديدها من المدير التنفيذي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وبنتمنى طبعا اكيد عندنا ثقه كبيره في جمهورنا. المباراه هتكون في الساعه 9، يمكن اكدنا وقلنا اكثر من مره الاسكندريه يمكن في بروده كبيره جدا في سواء النهارده او بكره بالنسبه للمباراه، لكن ان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد باذن الله، السند والدعم الحقيقي باذن الله جمهور النادي الاهلي يكون ليه رساله واضحه ورساله مهمه جدا، المسانده والدعم والتكاتف مطلوب خلال الايام القادمه وبالتحديد في مباراه فيتا كلاب لانها اولى المباريات. النادي الاهلي في النسخه الماضيه يمكن البدايه ما كانتش موفقه شويه لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لكن باذن الله عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني، ايضا كمان الوافدين الجدد سواء ياسر ابراهيم، حسين الشحات، رمضان صبحي اللي تم بالفعل يمكن تم قيدهم في القائمه الافريقيه، وباذن الله يكون لهم دور كبير خلال الايام القادمه وبالتحديد في مباراه فيتا كلاب الكونغولي. مستمرين مع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لحظه بلحظه بننقل كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه وايضا في ملعب المباراه. النهارده كمان هيكون في الساعه 4 عصرا الاجتماع الفني، ليكون النهارده طبعا 4 عصرا الاجتماع الفني، ليكون النهارده طبعا يحضروا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره البيئيه للنادي الاهلي، كابتن سمير عدلي، اكيد الامور طبعا بتخص على الطاقم اللي هيكون في النادي الاهلي او الطاقم اللي هيرتديه للنادي الاهلي، فريق فيتا كلاب، الحضور، التواجد قبل المباراة بساعة ونصف. أيضا كمان هيحضر هذا الاجتماع العميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي الأهلي ونائب مدير المقر بالنادي الأهلي الجزيرة، لأن طبعا تنظيم النادي الأهلي لهذه المباراة كالعادة النادي الأهلي في أبهى صوره في التنظيم سواء في البطولة الأفريقية أو في بطولة الدوري العام، عانينا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أو المباريات الماضية في المباريات اللي ما بيكونش النادي الأهلي هو طرف فيها أو يكون هو المنظم، لكن هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون تنظيم على أعلى مستوى، حضور الجماهير، بنتمنى السيولة في الدخول وفي الخروج. جمهور النادي الاهلي عليه عامل كبير جدا في هذه المباراه، وثقتنا كبيره ان هيكون العدد مكتمل باذن الله، هيكون العدد مكتمل واستاد برج العرب سيتزين بجمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله الرهان كبير جدا عليه. النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني هيبذلوا كل ما في وسعهم في المستطيل الاخضر، ولكن دور كبير ومهم جدا على كل جمهور النادي الاهلي. ايضا كمان المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بمستر مارتن لاسارتي المدير الفني وحضور شريف اكرامي كابتن فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 6:30 7 مساء مباشره، تدريب فريق النادي الاهلي على استاد برج العرب. يلي تدريب النادي الاهلي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق فيتا كلاب الكونغولي في تمام الساعه 8:30 9 مباشره، هيكون التدريب الاخير لفريق فيتا كلاب الكونغولي على استاد برج العرب، وهو ايضا في توقيت المباراه اللي هتكون باذن الله في تمام الساعه 9. كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه مهمه ومباراه غايه في الاهميه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، وباذن الله هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. انتظرونا كالعاده كل مشاهدينا وجمهورنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ورساله خاصه هنا من برج العرب لحظه بلحظه كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه.